مرحبا، اهلا وسهلا فيكم. سلام للجميع. اليوم بس عندنا ثلاثة بنعمل لهم انبوكسنج، ثلاثة امازون. خلينا نبدا بالصغير. امسك يا ادم، هذا انت هيك. يلا قص. اوكي، عندنا 4-in-1 USB-C to HDMI multi-port adapter. واو. اوكي. So هذا USB-C تعملها plug in ل USB-C زي تليفون. لا هذي I think لل تقدر تعملها للتليفون. بعدين في HDMI USB USB-C كمان مرة و هيدفون جاك. حلو. هي هاي حاطين هون iPad، شايف؟ اه. النيو iPad. حجمها صغير كتير. خلينا بنجربها بنحكي لكم. هيها هيك USB-C ومن هون 4 بورتس. اوكي، نعمل له الريفيو بفيديو تانية. يس، وحنحكي لكم شو رأينا فيها. بس شكلها كويس، شكلها good quality صراحة، حلوة. HDMI. طيب خلينا نشوف شو اللي جاب بعديها آدم. عنا توث براش. هاي لآدم جبناها، إلكترونيك توث براش. افتحها جرب. احنا طبعا عشان الريسايكلينج دائما بنعمل ايش، فتح العلب. يلا شو رايك فيها ادم؟ بفرش اسنانه كل يوم صراحه، بس ايش سريع. 1 مينيت لايف، اكنه صاروخ. هاي راح تساعده انه ايش يفرش اسنانه. هاي طبعا لا خليها عشان تضلها نظيفه، هاي التب عشان ما تتوسخ. بس هاي المهم. في تب ثاني شايف؟ تب اكسترا. هذيك لو فتحتها. اوكي والله شكلها حلو. حلو. في ديفرنت تايبس كمان. حلو. افتحها واجيب معي. شوفوا هلا هذا الاثنين موز، بعدين هلا هذا، بعدين في هيك كمان. كول. وهي ايش؟ يو اس بي. هاي يو اس بي تشارجر كمان، عمل له تشارج. وهون في ستاند. لا هذا مو يو اس بي، هذا هيك، هذا التشارج وغاد يو اس بي. بس تحطه هون، يو اس بي هون. طب حلو. حلو. اوكي خلينا نشوف. سكرها عشان تضلها نظيفه. لا بالعكس. اوكي خلينا نرجعها. انت افتح الاخيره. يلا احكي لنا شو رايه ادم بفرشات الاسنان. بعدين شو رايكم اذا بدنا احسن نعمل كتير باكيجز بواحد فيديو، ولا شوية باكيجز بفيديو واحد ونعمل اكثر فيديوز بس اللينك، يعني شو بتحبهم؟ احكوا لنا بالكومنت شو بتحبوا دائما. عندنا هون مونستر كليريتي 101 AirLinks Wireless In-Ear Pure Monster Sound Earphones. عندها Water Resistance 25 Hours with Touch Controls. واو. هذه أغلى Earphones بشتريها، حقها $150. وحبينا نجربها لأنه كتير عليها Good Reviews، فقلنا بدنا نشوف شو هي، نشوف شو الريفيوز تبعتها وليش يعني غالية. كلهم الإيرفون البلوتوث سعرهم بين 50-60 دولار، بس هاي حقها 150 I think. طبعا لإحنا عشان نعمل كتير ريفيوز أعطونا عليها ديسكاونت $20. خلينا نجرب. أوكي نشوف. أوكي واو.
هون في instructions ممكن instructions ما في واحد شوفوا هذا هو شايفينه ورجيهم USB-C USB-C وأخيراً أخيراً USB-C هون كيف تفتحها؟ هون في شوف تعملها تويست وهون الإيربودز واو تويست؟ تويست حلو أوكي نشوف شو فيه بالبوكس اللي معاها طبعا USB-C كيبل لا صراحة very good طلع حتى حاطين لك تبس عشان حاطين لك أربعة زي كل الشركات أربعة إير تبس خلينا نشوف الهاي طلعهم يلا يلا خد نجرب هذه very soft عندها في اشي هيك والله كتير نايس في اشي هيك تفتح هاي بتقدر تحطها بتقدر تشيلها واو هدول انا شكلي راح استحوذ عليهم انا عارف ادم بده اياهم بس انا استخدمهم هاي هي صراحة very comfy في الدان هجربهم حنعمل عليهم ريفيو لانه هذه يعني غالية فلازم نعمل عليهم ريفيو لحالهم ونحكي لكم شو رأينا بالميوزك تبعهم احنا عملنا اكثر من اير باجز في ال صح؟ صح حنعمل هذا يمكن رقم 5 لا هيك اوكي هيك انت عملها تويست خلاص تويست حتى البوكس حلو هيك اوكي البراند مونستر خلصنا هذا الفيديو اذا بدك تشوف الريفيو اعملوا لايك كومنت وسبسكرايب ونشوفهم بفيديو تاني السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل